في لحظة خسرت نفيسة علي سليمان كل شيء. تحول منزلها إلى حطام غارق في أسوأ موجة سيول اجتاحت السودان، وتحديداً ولاية الجزيرة حيث تقطن. على أنقاض الذكريات والألم تبصر السيدة السودانية حال بلادها، غير أن أملاً لاح في الأفق حين وصل فريق الهلال الأحمر الإماراتي لينبض قلب السيدة السودانية وجيرانها في الجزيرة من جديد. ونشكر ناس الدول البرة دي، ناس الأمارات دي ما قصروا معانا ولا حاجة، هدون جو جابوا لنا الخيام ووقفوا معانا ولحد ما دقوين ولا دونا لين سلموين لنا عديل كده دي، دقوين لنا عديل كده دي عشان نحن نقعد فيهن، انتابت مشاعر الأمل سكان ولاية الجزيرة بالسودان بعد وصول المساعدات الإماراتية من سلال غذائية ودواء وإيواء. جالس سيول الفيضانات معانا الهلال الأحمر والعمارات ما قصروا، كل شيء جابوا الإغاثات وجابوا البنيان وجابوا أي شيء، واقفين معانا وقت رجل واحد وقت بطولة وقت سودة، رجال شجاعين ومتحركين وتابعين درب المضررين، وقفوا معانا وقفة رجل واحد واحنا مضررين بدازين هسه في السيول وراكبين في الوطن، ما شاء الله تبارك الله جابوا لنا الضل وجابوا لنا الاغاثه وكل شيء، واقفين معانا وقفه رجل.